ايه سبوره. سبوره اه. انما انت يعني يعني كل مره ببقى فاكر ان انا اسالك سؤال عن ابنك، وانت حتى لا بتفكرني ولا حتى بتقول لي، ولا هو انت رميه كده ليه؟ ليه سايبه كده يحارب طواحين الهوا يعني؟ تعملش لان انا ما مقتنع تعملش بده. تعملش لابنك سبورت ليه؟ انا يعني طبعا المفروض ان انا اعمل له سبورت وابقى في ظهره واعلي معاه واعمل له اللي يعني زي ما بيقولوا، او البروباجندا مش بروباجندا بس يعني على الاقل تبقى واقف جنبه. انا عارف كويس انه لعيب كويس يعني. دي حقيقه. يوسف لعيب من اللعيبه المميزين قوي، واللعيبه اللي ان شاء الله بيكون ليهم دور كبير في مصر الفتره اللي جايه، اتمنى يعني. ده هو اعاره من الزمالك لاسوان في يناير، ولعب مباراه في كاس مصر مع الاتحاد السكندري، بس للاسف اسوان خسر 2-1 في المباراه دي. لما نزل كان بيأدي بشكل كويس، وعنده شخصيه في يعني في بداياته، اول مباراه ليه كدرجه اولى في مباراه كاس مصر، عنده شخصيه في الملعب بشكل كويس، وهو لعيب من اللعيبه المميزه، قوي سريع، هيدرز كويس، شمال يمين، يعني ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور كبير في الفتره اللي جايه. اعاره من الزمالك من قطاع الشباب من الزمالك لاسوان في الدوري عنده الممتاز. عنده كام سنه هو؟ عنده 19 سنه، هيتم 19 سنه، هيتم 20 سنه في 9 اللي جاي ان شاء الله. احرف منك؟ لا، في الحاجات اللي هي اللي انت شفتها دي اتمنى ان هو يكون يعني دي هتيجي معاه. هتيجي. يعني باللعب والمشاركه والاستمراريه والخبره هيقدر يعمل كده. هو قوي سريع، لعيب من اللعيبه المميزين يعني. هتمضيه من ابو 20 و30 ولا ايه؟ يعيش بقى مع حياته بقى، هو بقى يشيل يقع من على كتافي بقى زي ما بيقول. ربنا يا رب يكرمك. عندي مالك كمان، لعيب من اللعيبه الكويسين مالك. جدا. كام سنه؟ 9 سنين لسه رايح نادي الزمالك. كان في الصيد ورايح نادي الزمالك. انت بتربي العيال كلها في نادي الزمالك ولا ايه؟ يوسف كان في انبي. يوسف قعد 9 سنين في انبي. 9 سنين. وبعدين السن بتاعه في لغوا الزوجي. فالزمالك كان عنده زوجي. دي كانت على قلبي زي العسل يعني، من ضمن الحاجات اللي انا فرح طبعا. رايح الزمالك، واول مباراه لعب مع انبي لعب 97، يعني هو 2000 لعب 97، جاب جون فيهم، جاب كنت تعادل يعني. الحقيقه انبي عمل معاه شغل رائع جدا، و كابتن امام محمد اسسه بشكل كبير. انا كنت مبسوط جدا لان هو خد فعلا اساس رائع، والمنظومه اللي كانت موجوده هناك بالفعل عملوا معاه شغل رائع جدا الحقيقه. يعني انا بشكرهم، بس هم ادوهولي على الجاهز يعني، وده اليوم اللي انا كنت بتمناه. هم فعلا قدموهولي على يعني من غير ما انا اطلبه. هم حتى كانوا دايما مستغربين الموقف ان انا ما بطلبوش ليه، او مش هقول لهم على الزمالك ليه، او مش هاخده الزمالك ليه. هم عملوا معايا صح، احلى واجب يعني. جاهز؟ جاهز جدا، بس عشان نبقى متفق. عايز عشان متفق، انت ما بتخافش عايز من لو الدوري رجع ادي حته للحاج عامر حسين. ايه الحاج عامر حسين كان معتاد على المواقف اللي احنا فيها دي. احنا كنا على فكره ابراهيم، احنا كنا موقف الدوري بالثلاث اشهر، فاحنا نقدر نرجع الدوري لو الظروف سمحت ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نرجع الدوري. والحاج عامر حسين طبعا، حسام اللي موجود دلوقتي، حسام الزناتي رائع وخبرات كويسه، لكن احنا معتادين يا ابراهيم يعني لو قالوا يا رجوع ونشاط ان شاء الله احنا نقدر نرجع الدوري. طيب انت قلت ما بتخافش من السبوره، لا ما تهربش من اسئله، لا ما تقوليش مش ده، مش هعقب على ده، مش هعلق على ده. احاول ارقصك واحده خفيفه كده على السبت. لا، ما هو على هترقصني انت لعيب جامد، وانا لا انا اعلامي غشيم. لا لا، لعيب كبير، لعيب كبير يا برايس. يلا اعلامي كبير. الله يعزك وعلى قدرك. يلا بينا. الزمالك أقوى من الأهلي إفريقياً وأضعف محلياً، نعم أم لا؟ نعم حالياً. لأن الوضع الحالي بيقول كده. الزمالك محقق السوبر الأفريقي وماشي بشكل كويس في البطولة الأفريقية وسيمي فاينل. محلياً إحنا مش في المنافسة حالياً. بقى نعم. وبالتالي نعم. ماشي، اللي بعده. سأشجع الأهلي في النهاية إذا خرج الزمالك من دوري الأبطال، نعم أم لا؟ نعم، لان انا كنت مسؤول يا ابراهيم في يوم من الايام عن الكوره في مصر. ما ينفعش ناس كتير تزعل مني تشجع الاهلي. لكن انا كنت مسؤول، اعرف يعني ايه قيمه ان نادي مصري يشيل بطوله افريقيا يعني. ماشي، اللي بعد. حلو الرد ده. لا انا اصلا بحب الردود دي قوي، فيعني ما هبقى مبسوط. اؤيد رحيل شريف اكرامي عن الاهلي، نعم ام نعم. لا نعم، عشان طالما اللعيب عنده رغبه للعب وللمشاركه والاستمرار في الملعب، انا مع اللعيب دوت لازم يعني. والشريف عنده من الشخصيه وعنده من الكاركتر اللي يقدر ينجح في اي حته. اللي بعده. حسام عاشور سيفيد الزمالك في ظل وجود طارق حامد اذا حصل وانتقل حسام عاشور، نعم لا؟
نعم لان الزمالك في الحته دي عنده مشكله. طارق موجود بيشيل بشكل كويس جدا وبيأدي بشكل رائع جدا، لكن اللي بعد طارق مين تفتكر؟ لا مفيش. محمد حسن لعيب كويس كل حاجه، لكن خبرات وحتى اصاباته كتير ومشاكله كتير، فطبعا وجود حسام عاشور يفيد الزمالك. يفيد الزمالك. تنصح حسام عاشور بايه؟ يلعب يكمل لو هو عنده الرغبه. انا سمعته طبعا هو يكمل لو عندك عرض كمل لعب. اللي بعده باسم مرسي بريء وكوبر ظلموا، نعم ام لا؟ لا لا. ما احنا حكينا القصه. ماشي، قلت لباسم، قلت لباسم مش هتكمل موسمين. نعم. في الزمالك انت مش احسن من عمرو زكي. نعم قلت له كده. في 10/2015. ده دي صعبه قوي يا كابتن. 10/2015 صعبه قوي كده. قلتها له ليه؟ كان عنده موقف كده مع نادي الزمالك واحنا قعدنا نحاول نعالجه. 10/2017. 10/2016. قعدنا نعمل له سيناريو ازاي يخرج، كان عنده مشكله مع نادي الزمالك، قعدنا نعمل له سيناريو، نخرج له سيناريو كده ازاي يخرج من نادي الزمالك. لقيته مش ازاي يخرج من نادي الزمالك يعمل ايه؟ مش ازاي يعالج المشكله مع نادي الزمالك. كان عنده مشكله هو مع رئيس نادي في التوقيت دوت، فكنا بنعمل له سيناريو ازاي يعالج المشكله مع رئيس نادي الزمالك. كان الزمالك عنده مباراه السوبر المصري في العين في الامارات، واحنا كان عندنا مباراتين وديتين زامبيا والسنغال. وكان هو مصمم على شويه حاجات كده في دماغه. قلت له يا باسم بالفكر ده بالشغل ده انت مش هتكمل سنتين. لو تفتكر فلان وتفتكر فلان، واديته امثله يعني من لعيبه مش عايز اذكر اساميها، ومش هتكمل سنتين. بالفعل ما كملش سنتين. بس هو عنده القدره انه يرجع تاني من انت يلعب يرجع عنده القدره يرجع ويلعب، لكن في عوامل مساعده. العوامل المساعده جماهيريه شعبيه بطولات انجازات بصمه، لكن هو يقدر يلعب يقدر يلعب يقدر يرجع. هو اللي يقول ان هو يقدر يرجع ولا ما يقدرش يرجع. اللي بعده ذهبت انا وناجي وفايز لغرفه غالي. نعم. لاحتواء الازمه. نعم. لكنه تركنا. نعم. وغدر. نعم نعم. تحفظت على عدم حضور غالي لجلسه محمود طاهر وصممت على استبعاده. بص تحفظت على في شقين هنا في السؤال. تحفظت على وصممت على استبعاده. انا ما صممتش على استبعاده، لكن تحفظت على عدم وجوده. فالشق الاولاني من الاجابه نعم. والشق الثاني من الاجابه لا، لان انا ما صممتش على استبعاده. لان مذاكر اقسم بالله. انت جاي مذاكر مش هينفع. الاسئله دي كانت معايا بره. لا جاي مذاكر والله جاي مذاكر مش هينفع. يلا بينا. قلت لك ما بخافش منها. ماشي خلاص. خليك مكمل بس انا عايزك زي ما انت. ماشي. ابو ريده قال لكوبر رجع غالي، فكوبر قال له وانا همشي. نعم. يا للدرجه دي؟ بس الكابتن هاني ما قالوش رجع غالي. قال له احنا هنعمل سيناريو لعوده حسام غالي. لا 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 ما فيش سيناريو ولا بتاع. كوبر سال الكابتن هاني قال له انت كابتن هاني عايز غالي؟ لو قلت لي عايز غالي قول لي وانا همشي. فكابتن هاني قال له لا انا دي حاجه مش بتاعتي خالص، دي حاجه بتاعتك انت بس. ده كوبر صايع يعني. انت بتتكلم في ايه يا ابراهيم؟ دكتور صايع. دكتور. موضوع الفته ده طلع اوانطه. لا ده اعلان. وبعدين الراجل اتعامل مع رونالدو في الانتر. قعده ولو قعد كوبر كان هيمشي رونالدو فعلا. ففي موقف في يعني الراجل كل الخطوط والشقوق اللي في وشه. خناقات فيها موضوع. فيها سطر، فيها حكايه. فيها قصه. اللي بعده اذا كان موقف ورد الاخير مع كوبر لو وافق على طلب صلاح واللاعبين بالابقاء عليه. لا لو كان نفس الموقف بتاع ورد ده مع كوبر. لا 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 روح 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 والله. شايف انه انت شايف انه ده كان اكبر غلطه لاجري؟ خليك صريح. ايوه طبعا. ما تاخدش قرار وترجع فيه طالما خدت القرار. يعني احنا ما كناش ممكن، كان ممكن احنا ما نطلعش بالقرار اصلا يا ابراهيم. يعني انا كان فاهم فاهم فاهم. تتقل عليه. تتقل عليه تشوف ايه والله. مثلا لقيت الحكيو مثلا ان الحدث ده ما كانش في المعسكر ده.
فانت لازم تكون هادي جدا وانت بتاخد القرار. ده من 6 شهور. طب انا هحاسب لعيب على موقف حصل من 6 شهور هو ما كانش موجود معايا انا فيه؟ لكن الموقف ده لو حصل وهو موجود معايا جوه المعسكر روح. ماشي. روح. لكن طالما اخدت موقف ما ارجعش فيه. لازم تقعد الاول هادي وانت بتفكر هتاخد الموقف ازاي، اني موقف هتاخد ايه الراي او القرار اللي هتاخده ايه. فكر واحد واثنين وثلاث، مش هوبا الشارع عايز ايه الناس عايزه ايه. لا 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 بالراحه. اللي بعده. اعترضت على اللاعبين الاساسيين في مباراه السعوديه وكنت اتمنى البدء بشيكابالا. لا خالص ما اعترضتش. كان عندنا فكرتين. الفكره الاولى ان احنا نلعب بقى كل اللعيبه خلاص، مش كل اللعيبه، كنا عايزين نطعم 2-3 لعيبه كان من ضمنهم الحضري ونعمل ريفريشمنت للفرقه. والفكره الثانيه قالوا لا نحافظ على مجموعه اللعيبه اللي احنا كنا شغالين بيها. واتجهنا للمحافظه. لما رجع بيها الزمن او دلوقتي كان لازم نعمل تجديد. كان لازم تعمل كان لازم نعمل تجديد بواحد او اثنين من ضمنهم على سبيل المثال شيكابالا، وتديهم فرصه على الاقل للتواجد. اللي بعده. الجهاز تراجع عن قراره بترحيل رمضان صبحي من الجابون برغبته وليس بضغط اللاعب. نعم نعم. صممت على استبعاد كوكا من منتخب مصر في المونديال. لا احنا لما جينا نناقش طريقه اللعب اللي احنا ممكن نلعبها لقينا ان كوكا مش ممكن ما يكونش ليه دور معانا. استحلفك بالله تقول لي ايه فكره ان انا اروح؟ احنا كان معانا، بص احنا كنا بنفكر انت لقطت السؤال على طول من غير مفيش مهاجمين يا كابتن. انت بس اسمعني، احنا كنا مفكرين كهربا هيبقى مروان كان معانا وكهربا هيشتغل صريح وصلاح كنا هنشغله صريح. صلاح في مباراه اورجواي لو سليم نكسب اورجواي. احنا خسرنا في الدقيقه 90 لكن احنا انا بقول لك لو صلاح سليم. صلاح بين الشوطين دخل كان عنده حاجه اسمه، كان جايب معاه الاخصائي بتاعه اللي هو الفيزيو بتاعه، فلقيت الراجل بيعمل له حاجه بيربطه بطريقه معينه كده. فانا دخلت على صلاح قلت له انت بتفكر في ايه؟ اللعيبه دخلت واحنا دايما بندي اللعيبه 5 دقائق تهدى الاول بعدين نخش نبدا. فانا في التوقيت دوت دخلت لقيت صلاح بيربط حاجه، فانا ترجمت على طول قلت له صلاح بتفكر في ايه؟ انت بتفكر ان انت تلعب؟ صلاح احنا نخسرك المباراه دي ونكسبك المباراتين اللي جايين افضل ما نخسرك المباراه دي ونخسرك بقيه البطوله. فشيل اللي انت بتفكر فيه من دماغك. هو ما قاليش كده بس انا حسيته هو عايز يقول كده، عايز يلعب. فصلاح لو كان جاهز حالته، صلاح بحالته في البطوله دي، عشان كده قلت لك صلاح برضه اختياراتكم قليله قوي في الهجوم. طب كوكا لأن طب كوكا اللي انت واخده معاك كل المعسكرات اللي جاي تسيبه قبل 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 يا المونديال. ابراهيم مصر يا ابراهيم بس خليك معايا. مصر جابت فيرو الثاني بعد ما احنا مشينا. ايه السؤال ده؟ ما هو انا بقول لك اهو رد انت عليا. مصر جابت فيرود طرحت 5-6 فراوده بعد ما هي طرحت بس متاخر شويه. مصطفى محمد. صح مصطفى محمد. احنا بقى احنا كجهاز كنا بنفكر فيه وهو في طنطا. اتصاب جاله صليبي. اللي بعده. اللي بعده. احرجتني انت بهي طرحت تاني فانا مش هكذب عليك. انت هتقعد تقول لي ايه اتنين وتلاته طرحت. لا يا بيه ما طرحت. أيوة طلعتش وما. اللي بعد. كوبر كان يحتاط في الكلام امامي احيانا لانني لا. تعلمت لغته. لا هرشت شويه باللغه. مره قاعد موقف يعني خليك معايا انا اديني مره قاعد مع مره قاعد مع الوكيل بتاعه كنا بنتعشى سوا وكوبر قال له ايه؟ قال له خد بالك عشان بيفهم اسباني. انا عرفت ان كوبر بيقول له خد بالك عشان هو بقى اسامه بيفهم اسباني. فاكرها الجمله بالاسباني ايه؟ لا مش فاكر ايه. مش فاكر كان هو زربع على التربه. مش فاكر كان بيقول له ايه؟ فانا ضحكت. فبس كوبر بص لي كده فقال لي انتانديدو. انتانديدو فهمت. فقلت له سي انتانديدو كل اللي انت قلته. انتانديدو انتانديرو انتانديدو ما علينا. انتانديدو ما علينا. فانا قلت له سي يعني هو قال لي فهمت. قلت له نعم. اللي بعده. محمود طبعا كان العظيم بتاعنا لكن بس انا كنت فعلا لا كنت بفهم يعني. عصام الحضري خاض نهائي وقبل نهائي الجابون ودرجه حراره 39 ولا ظهر عليه حاجه من دي. اجب لا مفيش ما يعني ما تصدر لناش حاجه يعني ما جاش للدكتور محمد مثلا قال لنا الحضري درجه حرارته عاليه يعني فعلا. الحضري لو بيموت هيلعب
ما قالكوش وما يصدرلكش المشهد ما يقولكش حاجة ليه؟ عشان ما يسيبش الفرصة. الحضري صحيح بعد هو بقى كان هو قال درجة حرارته بس هو ما صدرش المشهد ده ماشي. مؤمن زكريا كان يستحق التواجد مع المنتخب في الجابون في التوقيت ده في وقت الاختيار. ما احنا بنرجع لوقت الاختيار يا ابراهيم. يعني وقت اختيار دوت انا مش فاكر حاله مؤمن زكريا في التوقيت ده كانت ايه بس ما اعتقدش ما اعتقدش لان لا يعني ما اعتقدش ان هو كان في التوقيت ده ينضم معانا يعني احنا دايما من وقت الاختيار لان انت 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 مش نادي انت لو ظلمت لعيب فظلمت وليد سليمان. لا اللي بعته هقول لك لا هقول لك اصل انت منتخب انت بتلعب كل 3 شهور فانت لو مش هجيب ابراهيم يطلع هو المذيع مش هجيب ابراهيم مش فاهم يعني انا النهارده عندي ابراهيم وعندي ضيفه صح ده منتخب ماشي هتلعب مباراه 90 دقيقه فابراهيم طلع وضيفه موجود ماشي حلو هجيب بقى سنيد للضيف لا مساعد للمذيع لا هجيب مساعد يعني ينفع انت مثلا ايه تطلع انت الفقره ديت اخش انا ابقى مذيع لا ما ينفعش فالاساس عندنا كان ثابت وانت عندك واحد واثنين فلو هتجيبوا ثلاثه لانك لو جبت ثلاثه في كل حته عايز تقول ان الحاجه الفنيه ساعتها كانت لا تستدعي وجوده لان الحته دي كانت ما بتقول لي مذيع وضيف وضيف وانا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله بتقول لي من الاخر انه الحاجه الفنيه كانت لا تقتضي وجوده اخدك في الحته اللي انت عايزها كان هيلعب على صلاح عايز تقول كده كان هيلعب على صلاح لا بس كان هيبقى رد عليا كان هيلعب على صلاح هيبقى فرده موجوده معاك رد عليا هيلعب على صلاح لا 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 هيلعب على تريزيجيه طب يلعب على رمضان حاله رمضان مش مستدعيه حاله تريزيجيه مش مستدعيه الحالات دي كلها نمره واحد كويس امال انت بتاخد بدله ليه ما اكيد بتاخدهم عشان خاطر كده ما انت واخد بدله للاطفال ما هم ما انا عندي واحد وعندي البديل فخلاص مفيش ثالث لان انا لو خدت ثلاثه في كل حته معناه ان انا عايز 33 لعيب وانا كنت ببقى عايز 23 لعيب اتفضل اللي بعده اجابات بقى في السريع نعم. عشان لازم اخد السبوره كلها قبل ما الوقت ما يخلص اشاره كهربا في نهايه مباراه السعوديه كانت موجهه ليك انت نعم لينا كلنا مبسوط قوي لينا لينا رفضت العمل في الجهاز الفني للزمالك بعد تجربه المنتخب نعم ام لا ايه يعني رفضت العمل ايه مدرب عام مدرب مساعد مدرب عام خلاص مدرب عام مفيش موضوع انتهى يعني. ولا مع مدرب فني مدير فني اجنبي ولا مع مدير فني اجنبي انا بعد كوبر خلاص كوبر من الناس خلاص اتعلمت شربت خلاص اخر الكتاب لا مفيش في العلم اخر الكتاب اخر الكتاب انك تبقى مع مدرب اجنبي لكن في يعني ايه لسه في المكتبه فيها كتير بس يعني تعرف تجاوب على السؤال ده اهو بص بعمل لي كده مش انا مش انا تعرف تجاوب على السؤال ده مش انا مش جاوبني مش لا امانع ان يلعب نجلي لا جاوب. مش انا صاحب القرار في ده مستقبله هو لو هو جه قالك هو مستقبله ابراهيم لو هو ابراهيم حسام عاشور بيمشي النادي الاهلي يجي الزمالك لا ما هو مفيش لسه ما فيش حاجه بس بلاش حسام عاشور فاتح حساب النادي الاهلي ماشي ما راحش الزمالك هجاوبني ابراهيم انا مش هجاوبك هو اللي يجاوب عليك شفت بقى ادي بقى اهو انت بقى مستني السبوره اهو السبوره تقيله عليك صعبه هي اهو ما عرفتش اجاوب اهو هو صاحب القرار نعم ولا لا مش هاخد له مش انا صاحب القرار والله ما ولا لو حتى قال لك ولا مش عايزه يرجع لي ماشي اللي بعده لان ده مستقبله هو ما يرجعليش الاختيارات انا يا يوسف ما ترجعليش ماشي انت حويط لا انا مش حويط انا بقول له يا يوسف اهو ما ترجعليش التحدي الاصعب لجهاز منتخب مصر الحالي الفوز بكاس الامم ولا التاهل للمونديال ولا التمثيل مشرف في المونديال اديني اجابات سريعه عشان الوقت بح التاهل للمونديال تاهل المونديال اللي بعده لاعب ظلم بعدم التواجد في كاس العالم باسم مرسي وليد سليمان احمد حسن كوكا احمد حسن كوكا عشان مشواره اللي معانا بس ماشي احمد حسن كوكا ولو انك انت اللي استبعدته المنتخب فشل في تحقيق اي نقطه في المونديال ولو انك انت اللي استبعدته انا ما سمعتكش انت سامعني المنتخب فشل في تحقيق اي نقطه من المونديال بسبب ازمات المعسكر تخاذل بعض اللاعبين اخطاء الجهاز الفني ولا حاجه من دي خالص امال ايه احنا حاولنا نعمل احسن حاجه عندنا وما وفقناش ماشي الحدث كان جديد
لكن احنا حاولنا نعمل احسن حاجه مع من، لكن اللعيبه ادت احسن حاجه، ازمات اللي كانت ازمات كتيره مفتعله الناس كانت بتزيد فيها، اخطاء الجهاز الفني، احنا اخطانا في مباراه السعوديه كان لازم نعمل زي ما قلت لك من وجهه نظري انا ان احنا كان لازم نعمل تجديد في الفرقه. ماشي، فممكن تكون المدرب الذي توقعت خلافته لاجر في المنتخب مين من الثلاثه؟ ايهاب جلال، حسام حسن، ميدو؟ ايهاب جلال كان اقرب واحد. ايهاب جلال كان اقرب اللي بعده. اكتر لاعب كان بيحبه كوبر مين؟ صلاح، تريزيجيه، نني؟ كوبر كان بيحب الفرقه كلها، كوبر كان بيحب العمل الجماعي، الفرقه. اه الفرقة. مفيش لعيب بعينه كان بي لا 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 الفرقه. ماشي، لاعب كنا بنحتاجه في المنتخب، وليد سليمان، حسام عاشور، مصطفى فتحي؟ كنا نتمنى مصطفى فتحي لانه نوعيه مختلفه عن اللي كانوا موجودين. هيلعب على محمد صلاح؟ هيكون بديل كويس بنوعيه مختلفه في اللعب. ماشي، اللي بعده. هتافات جماهير الاهلي ضدي في الامارات في مصلحتي ظالمه، لم اشغل بالي بها. في مصلحتي. ليه؟ علت قوي. ماشي. اللي بعده. افضل من عملت معه كان كوبر ولا شوقي غريب ولا فييرا؟ بالارقام؟ اه كوبر. كوبر. وتعلمت من الثلاثه. ماشي. اللي جاي اخر سؤال. افضل من تولى المنتخب في اخر 20 سنه، حسن شحاته، كوبر ولا مدرب اخر؟ حسن شحاته. حسن شحاته. وكوبر ورا. وكوبر ورا. كابتن اسامه انت شرفتني النهارده. انا اللي سعيد بيك يا ابراهيم جدا. والله العظيم ممتع. انا عايز اقول لك على حاجه، يوسف جاله الاهلي وهو في انبي. وايه اللي حصل؟ كان في انبي. وايه اللي حصل يعني؟ جاله الاهلي وهو في انبي، هو راح يعني قال لك ايه ساعتها؟ لان هو كان في لا قال لك ايه ساعتها؟ يعني يعني كل المدربين يعني كل المدربين اللي كانوا بيشتغلوا كانوا عايزينه يروح. اه. بس ده بيلعب في انبي. عشان تروح من الاهلي من امبي لازم تبيع تشتري. اه انت فاهمني ازاي؟ فجاله فعلا. آه. لكن انا ما اتحكمش في مصيره. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه كالعاده، ممتع وكالعاده بسعد بيك وبشرف بيك يا كابتن حبيبي ابراهيم. ما تحرمش منك ومتالق دايما كده، ودايما عندك الجديد، ودايما قاعدين في البيت عشان نتفرج عليك وعليك بصفه خاصه. ف بوجه رساله للامه العربيه كلها والعالم كله وشعب مصر كله العظيم، خليك في البيت الفتره اللي جايه ان شاء الله، هتعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد، وعندنا ضيف بكره مفاجاه من العيار الثقيل. استنونا بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 10. سلام.